Describe a recursive algorithm for converting a string of digits into the integer it represents. For example, عندنا جملة فيها ده string يعني هنحولها للرقم اللي تمثله اللي هي تبقى 13531. وعن السؤال المشهور اللي خد برمجة قبل كده مثلا سي او سي بلس بلس، عارفين ان احنا ازاي ممكن نحول string اللي الارقام اللي تمثلها. احنا عندنا هنا خمس طوله 5 حروف، فلو الاندكس بتاعنا الاي مرة بصفر 1 2 3 4 نفهمها الاول كالجوريثم كفكرة وبعدين نطبقها برمجة. هيبقى لو سمينا الجملة دي مثلا اس، هيبقى اس اوف اي اول مرة 1، تاني مرة 3، اس اوف 2 5، 3 1. طب والاكس اللي هو الرقم الناتج هبدأه بصفر. بص بقى، 0 في 10 بصفر، زائد 1 1، 1 في 10 ب10، زائد 3 13. انا عملت ايه؟ انا كل ما يجيني رقم خانة جديدة اعمل ازيح دول يسار، ازيحهم ازاي؟ اعملهم شيفتنج يعني، اضربهم في 10، ف13 في 10 ب130، زيد الخمسة يبقى 135. لاحظ كده صار الاتنين دول شيفت يسار. عايزين نعمل شيفت لده، نضربه في 10 ونزيد عليه ده، 1 3 5 0 زائد 3 يبقى 3، اضرب ده في 10 يبقى 1 3 5 3 0 زائد 1 كده، اللي هو الرقم ده. يبقى هنعمل ايه؟ هنمشي على خانة خانة ناخدها. الأول طبعا نحولها للديجيت اللي يمثلها. احنا عندنا حاجة اسمها اس char at مثلا اي، ده يديني ايه؟ اس اللي هي الجملة، char at الاي مرة صفر مرة واحد، ده يديني يديني حرف. بس لو كان ديجيت اطرح منه 48 كده يديك الديجيت اللي تمثله، كان حرف بقى ديجيت. تعالوا نطبق الكلام ده. احنا عايزين نرجع من الفانكشن رقم، يبقى بابليك استاتيك، الحته دي خاصه بالجافا اللي بيكتب سي بلس بلس، يبدا من هنا انت او سي، انت كونفرت مثلا هيجي لنا ايه بقى الاري؟ هيجي لنا ده سترينج اس، وهيجي لنا الاي ده اللي كل شويه يزيد انت اي، ويجي لنا الاكس اللي هنرجعه في الاخر. هنا يجي لنا في البدايه صفر زي ما اتفقنا صفر، وهنا يجي لنا الاول صفر زي برضو ما اتفقنا. يبقى دي البدايه اول خانه وده البدايه كرقم. والله لو خلصنا هقول كده اف، لازم اول ما ابدا بجمله توقف اف الاس دوت اتشار ات اي يساوي نل، يعني خلصنا هقول ريتيرن الاكس القيمه اللي انا حسبتها وخلاص خلصنا كده. يعني لما اخلص ارجع القيمه دي، لو كان مفيش بقى خلاص هنا نل. طب خلافا لكده امسك اول القيمه انت دي اللي هي هنا او هنا واتيفر، يعني هقول اس دوت اتشار ات الاي اللي جايه لي في البدايه بصفر ناقص 48، وبعدين اعمل ايه؟ اقول ان الاكس هتساوي اكس ضرب 10 زي ما اتفقنا، اضربها في 10 نعمل لها شيفتنج زائد ادي. طب وبعدين خلصنا؟ لا ما خلصناش، نروح بقى نريتيرن ننادي تاني عشان في الاخر ارجع الاكس، ريتيرن اسم الفانكشن ونديها الاس نفسها بس نحرك بقى بوزيشن، يعني خلاص خدنا ده نشوف اللي وراه، نديها الاكس اللي حسبناها الجديده. يفضل يعبي الاس حبه بحبه لغايه ما يوصل للنل فيرجع لنا الاكس.